السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج كلام في الطب. حلقتنا النهاردة أو موضوع حلقتنا النهاردة يخص كل أسرة مصرية وغير مصرية. حلقتنا النهاردة أسباب العقم عند الرجال والسيدات. أسبابه كتير وحلوله أو طرق المعالجة متعددة، ولكن ما هو الحل الصحيح والأمثل والفعال بالطب التكميلي؟ وده هنعرفه النهاردة مع ضيفنا اللي مشرفنا معانا النهاردة، صاحب مركز طبي وصاحب شركة طبية متخصصة في العلاج بالنباتات الطبيعية والطبية، والأهم من كل ده أنه مؤلف العديد من الكتب، ومن أشهرها كتاب الإسلام يتجلى في عصر التغذية، وهو أخصائي علاج بالنباتات الطبية. معنا ومعكم الدكتور محمد بكري. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك يا أستاذ. دكتور محمد، في البداية كده دايما المقبلين على الزواج واللي لسه عرسان جداد بيكون عندهم في تأخر في الإنجاب، فبيرهبهم الموضوع دوت وبيبدأوا في تساؤلات، هل الموضوع مشكلة عقم أو مشكلة في الخصوبة عند الرجال؟ حضرتك شايف الحل في موضوع دوت ايه، او طرق المعالجه في موضوع العقم ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الاول عندنا كذا طريقه قبل ما نتكلم عن الطرق اللي احنا اخترعناها. عندنا كذا طريقه، بس اهم حاجه كيفيه التشخيص الاول. تمام. بس مع كيفيه التشخيص لازم نعرف اسباب العقم ايه الاول. احنا عندنا بعد مثلا مرور 3 4 اشهر من الجواز ما فيش حمل، فبيقبل بيبدا الزوج الاول بنعمل تحليل سائل منوي، بيبقى عندي عدة مشاكل في السائل المنوي، مشكلة العدد، مشكلة حركة، مشكلة لزوجة. المشاكل دي وانصل لقيناها في السائل المنوي كده احنا عندنا مشكلة في الإنجاب، مشكلة في سائل المنوي ما ينفعش يلقح بويضة، فبالتالي مش هينفع معانا إنجاب. بينتج عن كده، عن الثلاثة دول، مشاكل في احيانا بينتج مشاكل في العلاقه الجنسيه نفسها. فبالتالي بيبقى المنظومه نفسها بتاعه التلقيح او بتاعه الحمل فشلة. بس طيب دكتور، كلمني عن الكبسولات او المنتج اللي معانا النهارده. النهارده كبسوله الدكتور بكري بفضل الله منتج طبيعي 100%، منتج الحمد لله تصنيع العبد لله. انا الحمد لله شركه عندنا مرخصه بقى لها اكتر من 25 سنه. مين. ويمكن ده انا كاتب على المنتج، ويمكن منتج معروف مش اول مره ننزل بيه. لكن لاسباب معينه كده وقفنا فتره لغايه ما نشوف بس المنتجات اللي كانت موجوده اخبارها ايه وفعاليتها ايه في السوق. الحمد لله ما حدش نزل وفلح يعني. احنا الحمد لله المنتج بيعالج مشاكل ضعف جنسي عامه، مشاكل الخصوبه، مشاكل البروستاتا، مشاكل السائل المنوي اللي تبقى موجوده، اللي هي احد اهم اسباب العقم، اللزوجه، ضعف الحركه، نشاط السائل المنوي نفسه، مشاكل البروستاتا، مشاكل المثانه، اي مشكله في العلاقه الجنسيه بفضل الله علاجها في معنا في الكبسوله، اي مشكله في العقم بفضل الله احنا اثبتنا ان هي ان احنا بنعالجها بالكبسوله الدكتور بكري، عن طريق طبعا جرعات معينه، عن طريق احنا التحاليل المعينه بيعملها المريض، بنشوف مشاكل العدد، مشاكل الحركه، مشاكل اللزوجه. احيانا بنقابل مرضى بفضل الله ما عندهمش سائل منوي خالص، التحليل بيطلع عند اصفار، 3 اصفار كده، يعني كل حاله بفضل الله احنا بنعالجه بالكبسوله دي. كل حاله مريض مع حضرتك بتحدد له طريقه الاستخدام للمنتج؟ كل حاله مريض لها مده زمنيه. تمام. هي الجرعه واحده بس كل حاله مريض لها مده زمنيه. لكن بفضل الله هو ما عجزش ان هو يعالج اي حاله مرضيه في العقم، مشاكل الخصوبه، مشاكل البروستاتا، مشاكل المثانه، مشاكل الضعف الجنسي عامه، سرعه قذف، مشاكل انتصاب، مشاكل تاخير، الكلام ده كله بفضل الله الكبسوله اثبتتها. انا مش نازل بمنشط جنسي، مفيش الكلام ده. انا كنت لسه اقول لحضرتك، هل هو خالص مش منشط جنسي زي اللي كان بينزل او كان هو علاج؟ هو علاج عشان ما حدش يقول من اول يوم ما عملش حاجه. لا، هو ما بيشتغلش من اول اسبوع خالص، لان ده منشط، ده مش منشط جنسي. ونحط تحت الكلمه دي مليون خط، انا ما بشتغلش بمنشطات جنسيه، انا بشتغل بعلاجات مرخصه ومرخصه باسمي، كلها امنه، كلها من الطبيعه، كلها من النباتات الطبيه، ما فيش اي كيميكالز خالص. وانا اتحدى اي حد بفضل الله بينزل بحاجه ما فيهاش كيميكالز. اي حد كان بينزل كلها شغل مضروب، كله شغل كيميكالز، كله شغل بتاع الناس الحمد لله، لكن انا بنزل بشغل انا زي في الشغل حد الحمد لله. ما شاء الله. والحمد لله يعني المنتج اثبت وجوده مع الناس اللي خدته بالتحاليل قبل وبعد. وان شاء الله الحالات موجوده معانا يعني. ان شاء الله. طب دكتور كلمنا عن مكونات المنتج. خليني مش هنقول سر التركيبه، لا، بس احنا عايزين بعض الحاجات، المحتويات اللي داخله في قلب المنتج. خليني اصحح معلومه كانت بتتقال على 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 المنتج ده او شبيهه.
انه مكمل غذائي. انا مش طالع يعني اعرض منتج نحافه عشان اقول عليه مكمل غذائي، لا، انا معايا منتج من مكون من عناصر طبيعيه، غذاء ملكات، جينسنج، حبوب لقاح، عناصر طبيعيه كلها، شغلها كلها على البروستاتا، شغلها كلها على المثانه، شغلها كلها على مشاكل الضعف الجنسي، شغلها كلها على حركه السائل المنوي، شغلها كلها على سحب او تخفيض لزوجه السائل المنوي، شغلها كلها على حركه الحيوانات المنويه، اعاده الحيوانات المنويه في السائل المنوي، ونتيجه بفضل الله هائله جدا وبان جدا من اول 30 يوم تحليل، من اول تحليل بعد 30 يوم. مين يحتاج لمنتج دكتور بكري؟ خلينا نقول ان احنا ممكن نشتغل عليه طبعا الشباب اللي مقبلين على الزواج بيبقى عندهم رهبه من الامر دون، فاحنا بفضل الله جامعين كذا علاج في منتج واحد. احنا ده شغله نفسي جدا، لحل اكتر من مشكله. ده بيشتغل على المشكله النفسيه جدا جدا، لو المشكله مشكله الحمل او مشكله العقم او مشكله ضعف الجنسي عندي سببها نفسي بيشتغل عليها حلو جدا، سببها عضوي بيشتغل عليها كويس جدا. اللي بيحتاجها احنا قلنا الشباب، بيحتاجها احنا قلنا المقبلين على الزواج، بيحتاجها بعد كده لو قابلنا حد مثلا بعد الزواج مثلا حصل عندي مشكله في قله حركه، في قله حركه او ضعف حركه، في قله عدد في الزوجه، بفضل كل ده اكتر علاج واهم علاج للمشاكل دي. تمام دكتور، يعني هو دلوقتي مناسب للسيدات والرجال ولا؟ خليني اقول ان هو احنا بنشتغل على الجنسين، على الميل والفيميل. خليني اقول هو مش احنا قلنا بيشتغل على الرجال في المشاكل الضعف الجنسي، مشاكل حركه السائل المنوي، مشاكل الخصوبه، اي مشكله متعلقه بالحمل او بالعقم. خليني اقول دوره مع الفيميل ايه؟ دوره مع الفيميل انا عندي اكتر من مشكله بتقابلها الست في موضوع العقم دون، اهم مشكله عندها مشاكل التبويض. بس تاني مشكله مشاكل اضطرابات الدوره الشهريه. بس تالت مشكله لو في عندي سمنه. طبعا هو مش علاقه بالسمنه، بس هو المشكلتين الاولانيين هو شغال عليهم حلو جدا، بيشتغل عندي على ظبط موضوع على ظبط دوره التبويض كويس جدا، ظبط موضوع الدوره الشهريه كويس جدا، اضطرابات الدوره الشهريه، كل دون المنتج اثبت وجوده فيها. ومع الاستعمال طبعا بيفرق عن الجرعات بتاعه الميل، بس بفضل الله اثبت وجوده جدا، شغال حلو جدا على اي مشاكل تخص الفيميل، العقم عند الفيميل، واثبت وجوده طبعا معاهم. كلمني عن النتائج يا دكتور للمنتج. لا النتائج بفضل الله احنا يعني احنا قلنا هي النتائج عندنا مقسمه لكذا حاجه، يعني انا النهارده لما قابل عيان مريض مثلا جاي لي نن ما فيش خالص التحليل زيرو، بنبدا احنا نعمل حاجه زي خليه كده في خلايا السائل المنوي في البروستاتا او في المثانه او في الجسم. بس بقابل عيان مثلا اول اسبوع اول شهر جاي مثلا ب 100,000 جاي ب 200,000، ده ممتاز. قعد طول حياته بيعمل تحليل يطلع صفر. لما قابل خلايا تطلع معايا مثلا 4-5% اللي هي 100,000 حيوان منوي او 200,000 حيوان منوي، دي نتائج هايله جدا. لكن عيان جاي لي بمليون، ده سهل جدا انا اوصل له 10 مليون في شهر، شهرين بالمنتج. احنا قلنا الراجل بيحتاج مثلا من 16-20 مليون حيوان منوي. كنت لسه اقول لحضرتك دايما الحيوانات المنويه عند الرجل عشان خاطر يبقى ليها نتيجه مع السيده او الالقاح عشان تقدر تحصل على الانجاب تقريبا بيبقى في معدل كام يا دكتور؟ هي بتتراوح من 16-20 مليون حيوان منوي. تمام. بس مشترط فيه اللي احنا قلناه بقى، مشترط فيه نجاح عدد، نجاح حركه، مفيش لزوجه. بس قلنا ان هو شغله مختلف على حسب التشخيص الحاله اللي معايا. يعني ما بيشتغلش، انا ما ينفعش اطلع اقول انا اي حاله قدامي انا عندي علاج ليها والعلاج زي بعض. لا، انا يبقى عندي تشخيص واحد عاملين ايكو مثلا على القلب، ده ضربات قلب سريعه، ده 10 قدام ضربات قلبهم سريعه، بس علاجهم مختلف، متعلق بالسن، متعلق بالمده الزمنيه للمرض، متعلق بالحاله الصحيه للمريض. بس انا عندي المنتج زي ما قلنا مختلف من العلاج في طريقه العلاج من شخص للتاني، لان اسباب استحاله هنلاقي اسباب العقم متشابهه عند اكتر، يعني متشابهه عند حوالي عند 10 مثلا واقفين قدامي، الا سبب واحد وهو انعدام السائل المنوي. لكن هنلاقي مثلا ده عنده مليون، ده عنده 3 عنده 4، الجرعات مختلفه، طرق العلاج مختلفه، بس سبل وطرق الوقايه والوقت مختلف. تمام، يعني يا دكتور معنى كده ان حضرتك بتقول لنا ان هو زيه زي اي علاج،
لازم يكون لكل مرض او مريض تشخيصه، لازم يكون في ملف المريض او نعرف نسبة الخصوبة عنده ايه ونسبة الحيوانات المنوية عشان نقدر نديله الجرعة المناسبة ليه، صح كده يا دكتور؟ هو زي اي علاج من الناحية العلاجية، لكن من الافكتد بتاعه او من طريقة العلاج بتاعه لا، هو مختلف بفضل الله عن اي علاج موجود. أكيد. ان انا مش احنا قلنا احنا مش نازلين بمنشط، مش نازلين بمنشط وحاطين الناس اللي بتجيب حاجات مصدريه وتعبيها والكلام ده، لا احنا ما عندناش الكلام ده، ما بننزلش. لا انا احنا مصنع مرخص، شركه مرخصه، انا بقالي 25 سنه في مجالي. اي منتج بفضل الله نزلت بيه الناس كلها عارفاه، بفضل الله ما كنا ننزل بالعسل قبل كده. ولما جينا قلنا ان ده بديل العسل، ذكرنا ليه ان ده، ذكرنا ليه اسباب ان ده بديل العسل. قلنا ان احنا العسل مش عايزين، احنا خلاص وصلنا لحاله نجاح عاليه جدا فيه، وحاله رضا من الكاستمر او من العملاء عاليه جدا فيه. لازم نكمل المسيره دي، ان احنا عملنا لمينا الدنيا بتاعت العسل دي كلها في الكبسوله دي، عشان بعد كده اما اجي اربط العيان او اربط المريض او اربط البيشنت بجرعات معينه. مع العسل كانت بتبقى صعبه، لكن مع الكبسوله الدنيا بقت سهله لما اقول له جرعتين ثلاثه في اليوم، عشان المشاكل الخصوبه، مشاكل البروستاتا، مشاكل المثانه، مشاكل السائل المنوي، مشاكل الحركه، مشاكل العدم، مشاكل الزوجه، وفي الاخر مشاكل بقى الانتصاب، مشاكل سرعه القذف. كل ده بفضل الله مع الجرعات المعينه اللي احنا بنحددها بننجح ان شاء الله ان احنا بعلاجها بكبسوله الدكتور بكري. هل منتج الدكتور بكري مفيد او مناسب للرجال اللي عندهم ضعف جنسي؟ احنا قلنا جميل قوي السؤال. احنا قلنا بقى لعلاج مشاكل الضعف الجنسي، مش علاج الضعف الجنسي، مش يعني احنا دايما بنركز على الريزون، بنركز على السبب. ودي افضل طرق في 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 في, في اوروبا النهارده متبعه، ان هو ما بيعالجش عرض، لا هو بيعالج مرض عن طريق تشخيص المرض ده بطرق معينه، بيعالج مرض. بس احنا بنعالج بقى، نشوف احنا زي ما احنا قلنا، ما بجيش مثلا انا يعني زي الاساتذتنا بتوع الناس طبعا محترم كامل ليهم في موضوع التلقيح الصناعي والكلام ده. هو انا من رايي الشخص ان هو بيعالج عرض، ما بيعالجش مرض، ما بيشوفش اسباب العقم ايه ويبدا يشتغل عليها. احنا قلنا بنشوف اسباب العقم ايه. الضعف الجنسي من ضمن اسباب العقم، ان انا ما عنديش اتنام عمليه جنسيه ناجحه، ما عنديش انتصاب قوي، ما عنديش رغبه، الرغبه النفسيه ما بين الميل والفيميل عشان انجح عمليه جنسيه ناجحه، الضعف الجنسي احد اسبابها. فبالتالي انا الـ 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 الغرض او الهدف من العمليه الجنسيه اللي هو التلقيح او الـ او الـ او, الـ أو الحمل مش هيتم، لان انا عندي البدايه فاشله. المشكله الاساسيه نفسها مش محلوله، صح؟ بالظبط. تمام. الدكتور كلمني اكتر برضو عن طريقه الاستخدام بالنسبه مثلا شخص لي حاله معانا على الهواء دلوقتي، شخص لي حاله وقول لنا طريقه الاستخدام دي بمنتج دكتور بكري. احنا قلنا لما بنيجي طبعا انا اي حاله بتجيلي لازم اشتغل عليها الاول بجرعتين في اليوم بعد الفطار وقبل النوم. اساسي عندي جرعه بعد الفطار وجرعه قبل النوم. لكن لو عندي حاله انعدام سائل منوي مثلا، حاله جايه لي مفيش خالص، لازم اضطر هديله جرعه في النص زياده. لازم اديله جرعه في النص زياده، اللي احنا بنقول عليها بنديها على طول بعد الغداء عشان تنشط الحيوان المنوي او تزيده. بالنسبه للحالات احنا هنجيب ان شاء الله حالات على الهواء هنا معانا ان شاء الله. كان عندنا حالات زيرو خالص بفضل الله. عملنا زرع خليه الاول، اشتغلنا بالخليه الاول، بس زرعنا خليه الاول اللي هو المكان اللي انا هزرع فيه سائل منوي واحط فيه سائل منوي. بس برضه بفضل الله قدرنا بالكبسوله دي بس بجرعات معينه وبطرق معينه اشتغلنا عليها. زرعنا الخليه دي، بعد كده نبدا بعد كده نعبي فيها بقى سائل المنوي برضه ان شاء الله بالكبسوله بجرعات معينه. بس ده بياخد مني مده زمنيه، انا مش عايز حد يتسرع، مش عايز حد يزهق بسرعه. احنا منزلين علاج، مش منزلين منشط. اللي كان بينزل بمنشط او اللي بينزل بمنشط ده راجل عايز يلم قرشين، عنده مشكله ولا حاجه في بيته عايز يلم فلوس. لكن احنا بفضل الله نازلين بننزلين علاج بس، وعلاج احنا اللي مصنعينه. هو مش مسكن في الوقت او في المسكن موضعي حاليا، ولكن هو علاج للمرض. ملوش علاقه بكونه منشط جنسي، ملوش علاقه بكونه حاجه بتأدي الوقت. زي الحاجات اللي في الصيدليه بقى، الفيركتا والكلام ده والايريك والحاجات السيلدينافيل والدابوكستين والكلام ده، انا ما بشتغلش بيها نهائي. كل الناس عارفه مشاكلها، مشاكل القلب ومشاكل الضغط ومشاكل السكر ومشاكل في الدفدهية دي. برضه ناس هنا محترمه قعدت اتكلمت قالت ان ملوش اثار جانبيه لما كانوا لا، واحنا كمان شفنا المنتج. لا هو ملوش اثار جانبيه خالص، بس ده اللي ملوش اثار جانبيه. اللي انا مصنعه، اللي انا عارف تكوينه، اللي انا عارف
انا حاطط فيه ايه، لكن انا مش ما ينفعش اطلع من باب الامانه العلميه اللي عاهدنا ربنا عليها، ما ينفعش اطلع بحاجه فيها دابوكستين وسلينافيل واقول ان مش اثار جانبيه. لا حرام، ده اسمه نصب، ده اسمه سرقه. لا، اثاره الجانبيه عاليه جدا، الحاجات المنشطات الجنسيه اللي في الصيدليه اثارها الجانبيه عاليه جدا، وبتسبب على اضرار كتير كمان، على مرضى القلب، على مرضى الضغط، على مرضى السكر، على مرضى شرايين التاجيه، على في بلاوي زرقاء بتحصل منها يعني. اللي كان فضل منتج امن جدا، وانا راهن اي حد خده، براهن من هنا من مكاني ده، اي حد خده على اي اثار جانبيه ممكن تحصل له، مفيش الكلام ده نهائي ما شاء الله. طبعا يا دكتور، هو يمكن سؤال حضرتك كلمني عن نتائجه، لان انا برضو من المشاهدين اللي شفت المنتج اكتر من مره على شاشات كتير او شاشات متعدده في التلفزيون وقنوات الفضائيه، ولكن لما لقيت ان بدا الاتصالات في بعض البرامج للنتائج بتاعته، بصراحه بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك في حضرتك على هذا العلاج. وعايز حضرتك برضو تكلمنا اكتر وتكلم مشاهدينا، لان الشباب معظمهم بيلجا للمنشطات الجنسيه ودي بتسبب اضرار كتيره جدا. كلمنا وكلم الشباب شويه عن ده يا دكتور. لا، احنا لما بدانا ننزله، احنا اي حاجه بننزلها بنشتغل بيها الاول في العياده، او بنشتغل بيها الاول على الشباب والاقربين والكلام. لما اشتغلنا بيه في العياده الاول، احنا كنا بنعمل متابعه للحالات. يعني بنعمل كل حاله ليها فايل عندي بنتابعها، بس متابعه طبيه ومتابعه نفسيه. جميل. بس احنا زي ما بنقول، هو الشباب المقبل على الزواج، او الشباب عامه اللي عنده فرط في الحاله الجنسيه، في العلاقه الجنسيه، او اللي عنده هوس واضطراب جنسي من ان ممكن ما هو وهو لما يبقى زوج او مسؤول عن بيت مش هيبقى ناجح في العلاقه دي، احنا شغالين بالامر ده. دي كبسوله متكامله بنشتغل بيها نفسي، بنشتغل بيها عضوي، بنشتغل بيها طبي، بنشتغل بيها على اي حاله خاصه بموضوع الهوس الجنسي ده، سواء الامر متعلق بالمشكله النفسيه، سواء بمشكله طبيه، سواء بمشكله عضويه زي ما احنا قلنا انتصاب وكسرة قصف او قله قصف، او مشاكل زي ما قلنا في البروستاتا، مشاكل خصوبه، مشاكل ضمور خصيه، اي مشكله متعلقه بالخصوبه او باتمام عمليه الحمل او بالعقم، بفضل الله احنا بنحلها الكبسوله الصغيره دي. وان شاء الله انا زي ما قلت، انا فيصل ما بيني وما بين العيان التحليل بتاعه ان شاء الله بامر الله. يا دكتور كلمني يا دكتور عن المريض اللي هو او الرجل اللي الحيوانات المنويه عنده قليله، طبعا بيحتاج عدد معين عشان يحصل على الحيوانات المنويه لحصول الحمل. كلمني عن توقيت الزمني لاستخدام منتج دكتور بكري. احنا قلنا لو عندنا حاله مثلا جايه لي ب 2 3 مليون، دي حاله بتبقى سهله جدا بالنسبه لي، اللي هي النهارده بالنسبه لاساتذه النساء، اساتذتنا المحترمين طبعا، عشان هم واخدين حاره معينه او شارع معين مش عايزين يدخلوا في اي تفرعات منه، ومصممين على طرق معينه للعلاج، بيقف عندهم البيشنت ده او العيان ده بالسنين قدامهم عشان يبدا يزيد من عامل 2 ل 3 مليون عدد حيوانات منوي. احنا الحمد لله بنحل الامر ده في اقل من شهرين. البيشنت اللي جاي لي عنده حيوان منوي جاهز، ده احنا الحمد لله بنحل الامر ده في اقل من شهرين. لو عيون المشكله اللي بتقابلني او اللي بقف قدامها شويه، لو جاي لي زيرو بضطر زي ما قلت اشتغل بالكبسوله، ازرع خليه الاول، بس بتاخد مني من شهر لشهر ونص، بعد كده ببدا احط بقى 100,000 حيوان منوي، 200,000 لغايه ما اوصل للمليون، ابدا اشتغل بقى بقوه. بس يعني اللي جاي لي زيرو دون ممكن مثلا نقول 6 شهور عشان يبدا يبقى عنده حيوان منوي يلقح بايض. وبتهيألي برضه يا دكتور الفتره الزمنيه دي مش كبيره، على مش كتير خالص طبعا، مش كتير خالص على كونه يروح عند دكتور نساء سنتين ثلاثه يعملوا فيهم 4 5 عمليات تلقيح صناعي او العمليات بتعمل الحقن المجهري والكلام ده. تمام. طيب كلمني برضه يا دكتور عن، انا حابه حضرتك ليه اللي اتكلمنا عن المنتج اكتر وبشكل اوسع، عشان خاطر في ناس دايما بتخاف من الادويه، ولكن الادويه وخصوصا الادويه اللي هي بتطلع من تحت ايد متخصص بالعلاج الطبيعي او المنتجات الطبيعيه والاعشاب بتبقى دايما موثوق فيها. يعني كان زمان يعني كانوا زمان اهالينا سواء الام او الجده كانت تملي لما بيحصل حاجه عند اي مريض او احنا كناس يعني او بني ادمين، دايما يقولنا خدوا اعشاب كذا، اشربوا مش عارفه ايه، ادهنوا زيت طبيعي مش عارفه ايه. كلمني عن المنتج من ناحيه المنتجات الطبيعيه لحضرتك او المكونات الطبيعيه اللي حضرتك حطيتها او مكونها من المنتج. خلينا نقول ان مقوله او معلومه ان ما فيش عشبه ليها ضرر، يعني معظم
يعني العطارين او اشباه العطارين اللي هم مسمين نفسهم دكاتره، بيطلع يقول الاعشاب ان لم تنفع فلن تضر. دي مقوله غلط. في اعشاب بتموت، في اعشاب بتموت بجرعات معينه بطرق معينه بحالات مرضيه معينه، ما ينفعش تاخد العشبه دي، لو خدتها تموت. بس النهارده الاعشاب دي بقت دراسه. بس في فرق ما بين الاعشاب وبين النباتات الطبيه، تمام. بس وين المستخلصات الطبيه؟ بس ان انا مستخلص عشب من نبات معين. بس يعني النهارده في زيت نعناع في الماركتنج في السوق ثمنه كيلو 80 جنيه، في كيلو ثمنه 1000 جنيه. وده اللي مستخلصه دكتور، ده اللي مستخلصه دكتور. بس في فرق في التوقيت الزمني بتاع النبته نفسها، في فرق في المناخ اللي فيه النبته نفسها طلعت، في فرق في مكونات الزيت نفسه بعد ما استخلصناه. بس النهارده كل اوروبا والصين ما بقاش في جامعات طبيه، طبعا في جامعات بتخرج دكاتره، لكن اكتر جامعات اللي هناك في الصين بتخرج اعشابيين، بتخرج جامعات بتوع النباتات الطبيه. بس فاهم يعني ايه نبته من اول ما اتزرعت، فاهم يعني ايه نبته تصلح. يعني انا النهارده ممكن ازرع نعناع او ممكن ازرع نبته معينه في الارض دي وازرع نفس النبته في الارض دي، بس دي تصلح للعلاج بالنباتات الطبيه، تصلح للعلاج لمرضى، دي ما تصلحش. المناخ الزمني والمناخ الـ 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 والتوقيت اللي بتاع سعر العشبه نفسها متعلق جدا بطريقه العلاج وسرعه العلاج ووقت العلاج وحاله المريض الزمنيه. للاسف يا دكتور كلامنا عن الكبسوله انتهى، ولكن وجوده في السوق وفي المعالجه اكيد ما انتهاش. نطلع فاصل نرجع لحضراتكم تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل اعزائي المشاهدين مع منتجاتنا الطبيعيه المفيده ان شاء الله بامر الله لكل مريض عنده مشاكل في الانجاب او العقم بمعنى اصح، والخصوبه ايضا. دكتور بكري، دكتور محمد بكري، كلمني عن المنتج اللي معانا دلوقتي وهو العسل بالنسبه لاستخدامه للرجال. اول حاجه ربنا سبحانه وتعالى لما قال واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا. احنا جايبين عسل جبلي. طبعا الحمد لله مش هنقول بقى مراهنين عليه وبتاع وكلام السوق، الحمد لله هو معروف مش اول مره ينزل. ومش اول مره، احنا الحمد لله قعدنا اكتر من سنتين بننزله. نتائجه هائله جدا. نتائج احنا الحمد لله هو خلطه معينه كده احنا حاطينها، حبه بركه مع جينسنج مع حاجات مدروسه، برضه شغلها على السائل المنوي، شغلها على حركه السائل المنوي بنسب معينه، شغلها على مشاكل الخصوبه كلها، مشاكل البروستاتا، مشاكل المثانه، مشاكل الضعف الجنسي كلها. احنا قلنا انا ليه بركز على مشاكل الضعف الجنسي؟ عشان انا وانس حليت مشاكل الضعف الجنسي سواء من سرعه قذف سواء من مشاكل في الانتصاب، بقى عندي منطقه معينه او جهاز معين في الجسم مؤهل دلوقتي ان هو يلقح بلايضه. بس باجي تاني مرحله بشتغل بشوف السائل المنوي. لما لقينا بدأنا نشوف ايه علاقة الجينسنج مثلا بمشاكل السائل المنوي، ايه علاقة حبة البركة بمشاكل السائل المنوي، ايه علاقة الكليل الجبل، ايه علاقة الهيل عشبة الهيل، ايه علاقة مثلا حقوق اللقاح. بس الكلام ده كله لقيناه كل نبتة نفسها ليها علاقة كبيرة جدا وليها نجاح هائل جدا وليها مع دراسات فايدة كبيرة جدا في مشاكل السائل المنوي. طب لقينا حاجة بقى جديدة، لما جمعنا الأعشاب دي كلها مع بعض أو النباتات دي كلها مع بعض بنسب معينة بطرق معينة، بقى في فايدة ثالثة أو فايدة رابعة. طب لما جمعنا الأعشاب دي مع العسل بقى في فايدة كبيرة جدا. بقينا نعمل مكونات، وكل ما نعمل مكون جديد يدينا نتائج أفضل، يدينا نتائج أكتر. إحنا قلنا كل نبتة وليها فايدة، لما جمعنا النباتات مع بعضها بقى فايدة تانية. لما جمعنا النباتات دي حطيناها على العسل بقت فايدة تالتة. بس المهم احنا عملنا حصر لكل مشاكل عدم الانجاب. لقينا ان مفيش مشكله هتخرج من تحت ايدينا ان شاء الله باذن الله مع استخدامنا للعسل ده. مفيش مشكله علاجها هيخرج من تحت ايدينا واحنا بنستخدم العسل ده، سواء مشكله في السائل المنوي، سواء مشكله في الخصوبه، سواء مشكله في البروستاتا، سواء مشكله في المثانه، سواء مشكله في الضعف الجنسي نفسه، سواء مشكله في الانتصاب، اي مشكله في فضلها هتقابلنا حلها مع في الخصوبه، متعلقه بالخصوبه او بالمشاكل الحمل او بالعقم، حلها معانا هنا. الـ الـ الامر الثاني اللي اتفاجئنا بيه، مش اتفاجئنا بيه واحنا شغالين يعني، ان احنا ممكن، هو حضرتك بتعمل التركيبه يعني، ان احنا ممكن نشتغل عليه على الجنسين، على الميل والفيميل. تمام. الميل والفيميل، احنا اشتغلنا بالعسل ده على مشاكل البرود الجنسي،
شغلنا بالعسل ده على مشاكل الفتور العلاقه نفسها، شغلنا بالعسل ده على مشاكل التبويض، شغلنا بالعسل ده على مشاكل الضعف الجنسي، على مشاكل اضطرابات الدوره الشهريه. اي مشكله عند الفيلم بفضل الله لما جينا جربناها واشتغلنا بيها نتيجه هائله جدا، مع التحاليل مع الايكو مع السونار مع الكلام ده كله اللي اشتغلنا بيه، وحبينا نشوف ادله بعد استخدامه نتائجه هائله جدا. طريقه استخدامه يا دكتور؟ طريقه استخدامه احنا بنقول معلقه بعد وجبه الفطار، ومعلقه قبل وجبه الجماع بساعه لو في جماع، ما فيش جماع انا عندي قبل النوم بساعه في معلقه. تمام، يعني يوميا بيبقى يوميا مرتين يوميا مرتين، في حاله ان في جماع بيبقى في معلقه قبل الجماع بساعه. تمام. بس بالنسبه للفيميل بيبقى في مره في اليوم، مره في اليوم للسيدات بيبقى مره في اليوم، وقبل اول جماع بعد الدوره في مره. تمام. طيب دكتور كلمني عن نتائجه. نتائجه فضل احنا اتكلمنا عن نتائجه، احنا قلنا لما جينا وزعناه على الحالات، بس احنا برضو قلنا زي ما اتكلمنا قبل كده قلنا ان النتائج بتختلف من شخص الاخر، من حاله مرضيه لشخص عن التاني. لما يجي لي مثلا حاله مثلا عنده نمط ما فيش حيوان منوي خالص، بس ده ببدا اشتغل بيه العسل، الحمد لله نتائجه هايله في الحالات اللي زي دي. بنشتغل بروعات مكثفه، بنكثف 3 4 اشهر علاج لغايه بس ما اوصل ل 100,000 عند الحاله او 200,000، ابدا بعد كده اشتغل بجرعات هاديه جدا وبجرعات بسيطه. ببدا بعد كده مثلا بعد شهرين الاقي مليون حيوان منوي عند الحاله، ابدا اشتغل بالمليون دون لغايه ما اوصل الحاله من 16 ل 20 مليون اللي هي العدد المناسب لتلقيح بويضه. طبعا ما بشتغلش على العدد بس، انا عندي اكتر مشكله بتقابلني في السائل المنوي اللي هي بنسبه 95% هي مشاكل العقم عند الرجال. بس مشكلتين بيقابلوني، مشكله السائل المنوي بفروعها المتعدده سواء عدد حركه سواء لزوجه، ومشكله دول الخصيه. مشكله ثالثه جديده ضمور الخصيه، ده اكتشفتها حضرتك اثناء صغر حجم الخصيه. الكلام ده كله الحمد لله احنا بنعالجه بالعسل، بنعالجه بالمكونات. هو مش عسل زي ما قلنا، هو مكونات معينه احنا لما جينا اشتغلنا بيها لقينا ان اضافه العسل الجبلي عليها مهم جدا. فالحمد لله عالجنا بيها ثلاث مشاكل قابلونا في العقم عند الرجال، واشهرهم طبعا واصعبهم مشاكل السائل المنوي. دكتور دايما الشباب اللي لسه في العلاقات الزوجيه جداد او متجوزين جديد دايما بيكونوا عندهم يعني هنقول الحاله النفسيه في موضوع العلاقه الجنسيه ما بينه وما بين السيده بيكون فيها يعني صربعه، يعني خليني اتكلم بطريقه ابسط عشان مشاهديني ولا حياء في العلم. دلوقتي الشباب دايما بيكونوا متسربعين، دايما بيكونوا محتاجين ان هم ايه لا خايفين من حته تاخير الحمل والكلام ده كله. هل الموضوع النفسيه بيأثر على الانجاب لو مثلا الحيوانات المنويه او الخصوبه بتكون معقوله عنده؟ احيانا، وده نادر جدا لما بيحصل، ان اتنين يروحوا عند دكتور، هو ده مش موجود في العلم، مش موجود في الطب عامه. اللي انا هقوله ده مش اللي انت قلتيه، ان يروحوا حالتين عند دكتور يقول له انت كويس وهي كويسه وما فيكمش سبب، ما عندكمش سبب، ده مش موجود في الطب. ربنا سبحانه وتعالى من 1500 سنه قال وجعلنا لكل شيء سببا، ده مش موجود في الطب. بس احيانا المشكله هنا بتكون امر نفسي، الدكتور ده نفسه مش قادر يشخصه. هو امر نفسي اللي عادة بتكلمي فيه ده، اللي هو امر نفسي الدكتور نفسه مش قادر يوصل له. بس الامر النفسي ده بيعمل عندي مشكله، وممكن اكبر مشكله ممكن تقابلنا اللي بقول لك عليها عن طريقها ما بنعرفش نشخص، اللي هي ايه؟ ان في اصلا فتور ما بين الاثنين. بينتج عن الفتور ده بقى ايه؟ اول حاجه فشل علاقه. بس اول حاجه تجمد نفسه في الاعضاء التناسليه عند الاثنين. بس ما العضو اللي ما بيقومش بوظيفته بيضمر، فبيحصل ضمور في الاعضاء نفسها. ينتج عن الضمور ده ايه بقى هنا عندي في الميل، ينتج عن مشاكل في السائل المنوي، مشاكل في الخصيه، مشاكل اي مشكله ممكن تمنع عقم هتجيلي هنا، وهيكون سببها الاول معايا، سببها رقم واحد معايا مشكله نفسيه. هنيجي عند الشق الثاني او النوع الثاني. طب استاذن حضرتك نكمل الشق الثاني من السؤال بعد الفاصل.
ورجعنا لكم بعد الفاصل، ورجعنا مع يا دكتور عن الشق الثاني من العامل النفسي في العلاقه الزوجيه او العلاقه الجنسيه. احنا فاكرين بالسؤال بس الاول كان سؤالنا هل العلاقه، هل العامل النفسي ليه تدخل في العلاقه الجنسيه او البرود الجنسي؟ ايوه طبعا احنا قلنا وده بصوره تانية، السؤال بصوره تانية بس هو نفس المعنى. احنا قلنا الدكتور او اللي بيشخص نفسه قلنا ان عشان العامل النفسي ده هو اللي بيبقى داخل في بيبقى سبب المشكله بيقع منه التشخيص، فعشان كده بيقول بيشخص تشخيص غريب مش موجود في الطب اساسا، ان انتوا الاثنين كويسين ما عندكمش حاجه بس انتوا الاثنين ما تخلفوش. اللي هي موجب اللي هي موجب وسالب والكلام ده، وده مش موجود. وده مش موجود في 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 في, في الطب. ربنا لو وجعنا كل شيء سببه، لازم في سبب معين، بس السبب ده العامل النفسي وهمه او العامل النفسي مخبيه. ليه؟ لان تبقى اسباب كتيره جدا بقى سبب واحد. بيبقى العامل النفسي قلنا بيسبب عندي ضمور في الخصيه، بيبقى عندي ضمور في الاعضاء التناسليه عند الذكر وعند الانثى، بيسبب عندي فتور في الرغبه نفسها، مفيش رغبه، فتور في الرغبه، فالموضوع بيبقى تاديه واجب. بيجي لنا حالات مثلا ده الموضوع بالنسبه لي مثلا بيبقى عقاب، بس بيبقى الراجل بيهرب منه، الست بتكره اليوم دون. المشكله دي هي اللي بينتج عنها المقوله بتاعت انتوا الاثنين ما عندكمش حاجه بس ما تخلفوش. يمكن الجمله دي ما سمعناهاش الا في السنوات الاخيره يا دكتور، كان زمان ما فيش لا انت موجب وهو سالب او العكس. احنا ما سمعناش عن المرض النفسي غير الفتره الاخيره. طيب الدكتور كلمني عن الاعمار اللي تستخدم العسل. احنا قلنا ممكن نشتغل بيه قبل مرحله الزواج. تمام. بس التاهيل النفسي او التاهيل العضوي للاعضاء التناسليه والتاهيل ان انا اكون رجل مثلا مؤهل انه يبقى يلقح انثى او يلقح بويضه مهم جدا قبل الجواز، من ضمن مراحل استخدام العسل. برضو لو عند الفيميل كتير جدا عند الفيميل عند هم لسه انسات يبقى مشاكل الدوره الشهريه دي مغيبه عنهم عادي بعد الجواز، او هتظبط عندي بعد الجواز، او بيبقى في خجل ان هي تروح لدكتور نساء او لدكتوره نساء عشان بيبقى الموضوع متازم عندنا وفي خجل، وده من ضمن اسباب فشل العلاقه، فشل علاقه جنسيه وفشل تبويض وفشل انجاب. فمهم جدا في المرحله دي ان انا اهلهم بحاجه زي دي، مهم جدا لتأهيل الأعضاء التناسلية، لتأهيل عند الفيميل تأهيل المبيض، تأهيل الرحم مهم جدا برضو قبل الجواز. مرحلة تانية مرحلة في أول شهور الزواج قلنا الأمر النفسي هو بيعدله جدا، قلنا الأمر العضوي في الأعضاء التناسلية بيعدله جدا. بس قلنا نجاح العملية الجنسية سواء بقى من سرعة من انتصاب، من سرعة قذف، من الكلام ده كله، من 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 تظبيط سرعة ولون وشكل السائل المنوي وعدد السائل المنوي، عدد حيوانات منوية، حركة حيوانات منوية، كل ده بفضل الله مهم جدا في الشهور الأولى معانا. وانس بقى لقينا مشكلة معانا في السنوات المنوية في الحيوانات المنوية أو العدد أو الحركة، بنبدأ بناخد بجرعات بقى. نبدأ نحدد جرعات ونعمل جدول معين. برضو يرجع للشخص او للحاله المرضيه اللي مع حضرتك، التاريخ الزمني للمرض والحاله الصحيه للمريض وال الادويه او العقيل اللي هو بيتناولها. تمام. بس طبعا في حاجه مهمه جدا انا بحب انوه عنها. انا اي منتج الفايد اللي بينزله انا بشتغل بيه لوحده، ما بقولش على المريض يعني، ما بقولش المريض خد ده وتابع مع دكتور نساء او خد ده وتابع مع دكتور مسالك. لا، انت خد ده وتابع مع ده ومعايا، مش مع دكاتره، مش مع حد تاني، مش خد ده عشان اشتغلك بثمنه، لان هو العسل علاج، مش قلنا زي ما قلنا ان هو مش منشط يعني انا ما بنزلش منشطات، انا مش فاتح شركه تسويق، انا فاتح شركه طبيه، بنزل منتج طبي، منتج مرخص بقاله فوق ال 20 سنه، منتج متجرب على اكتر من 200 300 الف بني ادم، مفيش سايد افكت بيخرج منه، ملوش اثار جانبيه نهائي. بس العسل ليه اثار جانبيه، بس مش العسل ده، العسل الجبلي هو نوع تاني. اي نوع عسل ليه اثار جانبيه، بس مش القطفه دي، مش الطريقه دي، مش التخزين ده، مش النوعيه دي من العسل.
بس مفيش عسل ملوش، مفيش حاجه في الدنيا ملهاش اثار جانبيه، لكن طريقه تصنيعها هي اللي بتحدد ليه اثار جانبيه بنسبه كذا، ليه اثار جانبيه ملوش اثار جانبيه خالص، طريقه تصنيعها بس. وده اللي بيجهله المصنعين نفسهم، الناس اللي بتصنع، الناس اللي بتسوق، هم نفسهم يجهلوا الامر ده بس. طيب دكتور، بالنسبه للبنات اللي هم قلنا ينفع لهم الاستخدام او العسل ينفع لهم، بالنسبه للدوره الشهريه زي ما حضرتك قلت بتبقى فيها شويه لخبطه، ممكن ننسق ده مع حضرتك بالنسبه للبنات مع استخدامهم العسل كعلاج؟ ايوه طبعا، ممتاز جدا. الدوره الشهريه ومشاكل التبويض، احنا كل مشاكل الدوره الشهريه في التبويض، في المبايض، احنا فضل الله بنشتغل عليه جدا، الا لو قابلنا حاله مشاكل الوزن عندها تقيله فلازم نظبط الوزن معاه. مش ناوي يا هو دكتور مش ناوي تطلع لنا حاجه للتخسيس بما ان حضرتك منتجات طبيعيه؟ والله في ان شاء الله قريب باذن الله حاجه كويسه ان شاء الله بامر الله. دكتور كلمني برضه عن العسل بالنسبه لاستخدامه. انا عايز بس اتكلم عن الاثار الجانبيه. اتفضل. بس او 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 الكاستمر اللي احنا هنستهدفهم مثلا، او كاستمر يوزر اللي احنا هنستخدمه هنستهدفهم، احنا قلنا مفيش حد ما ينفعش ما ياخدوش، اي حد ينفع ياخده ان شاء الله. احنا بنستهدف بيه مشاكل العقم وضعف الجنسي والخصوبه، لكن اثاره جانبيه. ما ينفعش اقول ان العسل امن لمرضى السكر. هو العسل امن لمرضى السكر، بس انهي عسل؟ انهي عسل؟ انا بشتغل بعسل جبلي، ما بشتغلش بعسل، هو عسل نحل جبلي، ما بشتغلش بعسل عادي، ما بشتغلش بعسل مقطوف اكتر من مره، لا هو قطفه واحده عشان مريض السكر بتاعي. بس انا ما ينفعش اقول مرضى السكر ما تاخدوش. لا، انا رقم واحد بستهدفه في مرضاي هو مرضى السكر، لان مرض السكر من ضمن اسباب المشاكل الجنسيه اولا. ولو شاب لسه بادئ السكر معاه من صغره من ضمن اسباب العقم. مريض السكر بس، فانا لازم يعني ده رقم واحد هستهدفه، بس بطريقه معينه، استخدامه بطريقه معينه. لا، استخدمه عادي جدا. لان انا حاطط فيه كل سبل الامان لمريض السكر، حاطط كل فيه سبل الامان. ايه الامراض اللي ممكن نقول نبعد عنهم استخدام العسل؟ لا، العسل ده انا برهن عليه ان اي حد ياخده ما شاء الله، ربنا يبارك. مفيش حد ما ياخدوش، لان انا بقول لك انا لما جيت اشتغلت انا راعيت فيه الـ 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 يعني المرضى، لان انا بعالج مرض سببه امراض. سببه امراض، مش طالع عالج عقم بس، لا انا بطلع بعالج مرض سببه امراض كتيره. مريض الشريط التاجيه عنده مشكله في ضعف الجنسي، مريض القلب عنده مريض الشعر مشكله في ضعف الجنس، بس مريض الضغط مشكله في ضعف الجنس، مريض السكر بس. فلازم انا لما اعمل حاجه اعمل امنه حاجه امنه للاربعه دول بس. وخصوصا ان معظم البني ادمين دلوقتي عندهم مرض السكر والقلب، كلها بقى امراض عصريه. نزلنا بفضل الله المنتج ده امن جدا لمرضى الضغط والسكر والقلب والشرايين التاجيه، اي مرض بفضل الله وامن ليه جدا، وهو بيستهدف مشاكل الضعف الجنسي، مشاكل العقم، مشاكل البروستاتا، مشاكل الخصوبه، اي مشكله متعلقه بسبب في الضعف في العلاقه الجنسيه او في العقم بفضل الله علاجها معانا هنا في العسل دون. مشاكل ضمور الخصيه هايل جدا في علاجها، اي مشكله متعلقه بالعقم انا براهن على العسل ده في علاجها باذن الله ان شاء الله بامر الله. كلمه اخيره يا دكتور للشباب والبنات المقبلين على الزواج بالنسبه لاستخدامات المنتجات الخاصه بحضرتك. ان شاء الله نهتم بالمنتجات دي جيدا، مهتم بالمنتجات دي قوي، منتجات امنه جدا في كل بيت، في كل مكان، في كل محل، في كل صيدليه. لازم يكون فيه المنتج دون امن جدا على الاطفال، امن جدا على الكبار، امن على مرضى على كبار السن، امن على مرضى الضغط زي ما قلنا، سكر، قلب. بستهدف بيه زي ما قلت مرضى العقم، مرضى الضعف الجنسي، مرضى البروستاتا، مرضى المثانه، اي مشكله، مرضى ضمور الخصيتين، مرضى دوال الخصيتين، اي مشاكل خاصه بعدم الانجاب علاجها ان شاء الله معانا في العسل ده باذن الله. بما ان الاثار الجانبيه الخاصه بالعسل تقريبا كده نسبتها قليله او بنسبتها زيرو زي ما حضرتك قلت، صفر ان شاء الله. طيب عايزه حضرتك مثلا لو في من المشاهدين حابين ينزلوا دلوقتي او يجيبوا المنتج او يطلبوه من على شاشتنا النهارده، ممكن لو هم يقدروا يستخدموه من نفسهم كده، نقول الجرعه المناسبه لاي حاله قد ايه؟ قلنا معلقه بعد الفطار ومعلقه قبل النوم، دي الجرعه المناسبه اللي ممكن اي حد يمشي عليها بدون اي اثار جانبيه خالص. طيب كلمه اخيره يا دكتور عن منتجنا وعن الشباب برضو، حابه حضرتك تقولها معانا عشان خاطر نختم حلقتنا بيها.
قلنا شباب مقبلين على الزواج، الشباب اللي مش مقبلين على الزواج اللي لسه قدامهم مثلا فترة، احنا منزلين منتج منتج عصري، منتج مهم جدا لكل اعضاء الجسم، وآمن يا دكتور. آمن جدا لشباب مرضى ضغط، آمن لمرضى ضغط، منتج نفسي قبل ما يكون منتج عضوي. وإن شاء الله احنا مرهنين على التجارب يعني. ماشي يا دكتور، انت دايما بتتسرع في المعلومات اللي حضرتك بتقولها. انا عايزه اخد بخيل انا منك، اقف معلوماتي. لا ما انا مش عايزه حضرتك تبقى بخيل معانا في النصيحه، لان النصيحه دي دايما بتهم مشاهدين كتير، فانا عايزه حضرتك تديهم نصائح كتير عشان خاطر الشباب اللي بتستخدم المنشطات هي مش الحاجات فكره دي. نصايح قد ما هي فكره وعي. بالظبط. بس احنا قلنا لما جينا نزلنا المنتجات دي قلنا احنا ما اشتغلناش من الطبيعه، احنا اشتغلنا من قلب الطبيعه. بس قلنا لما جينا قلت لما جيت اتكلمت عن المنتجات الجنسيه اللي بنزلها، قلت ان انا ما بنزلش منشطات جنسيه زي غيري اللي كان بينزل منشطات جنسيه، ويا ريته كان بينزلها، ده كان معظم الناس ضاربينها، بيجيب منتجات يحط عليها اي اسم. بس لا، انا بنزل منتج ما بحبش اقسم في شغلي، بس انا كل الناس عارفه ان انا بنزل منتج انا من الالف للياء مشرف عليه، حتى غلافه اللي معمول انا مشرف عليه. يا دكتور المنتج بقاله 10 سنين في السوق واكتر يعني، اكيد الحمد لله انا بنزل انا مشرف عليه من الالف للياء، على تعبيته، على كل حاجه، على تقفيله، على تغليفه، على تصنيعه، على الخلطه، على كل حاجه في المنتج انا مشرف عليها من الالف للياء. مش بقلد حد، مش ضارب شغل، ما بنضربش شغل حد، الحمد لله شغلنا شغلنا اللي بنضرب بفضل الله يعني. ما شاء الله. بس زي ما قلنا ال 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 مش جايبين مش شغال بالمنتجات السلدنافيل ودابوكستين والحاجات اللي هي بتبقى موجوده في بتشتغل الادويه اللي في مؤقتا. الصيدليه، مش شغال بيها نهائي. دي ابتلاء او بلاء لمرضى السكر ومرضى الضغط ومرضى القلب، سبب لهم اضرار كتيره جدا. وللاسف الناس دي بقت شغاله بما يسمى بالمستورد، اللي هو بقى انيل، اللي هو بيتضرب في الحواري. الحمد لله احنا شغالين منتجات طبيعيه من صنع ايدينا، من زراعتنا، من شغلنا، مش منتجات حد. للأسف يا دكتور وقت حلقتنا خلص، وأتمنى نكون قدرنا نفكه على قد ما نقدر، برغم أن الدكتور بخير في معلوماته يا جماعة، بس الحمد لله قدرنا نسحب منه كم معلومة، وخصوصا عن منتجاته المتواجدة في السوق بقالها أكتر من 10 سنين. اللي حابب يستخدم المنتجات دي معانا الأرقام على الشاشة، بجد تواصلوا، واللي حابب يستفسر برضو معانا الدكتور اتصلوا بيه واستفسروا عن أي حاجة تخص المنتجات بتاعتنا وتخص هذه المشاكل. للأسف وقت حلقتنا خلص يا دكتور، أنا متشرفت بوجودي مع حضرتك. إلى اللقاء أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة إن شاء الله من برنامج كلام في الطب.